السلام عليكم دكتور محسن. الميسلون المريضين منشط يعني تضرفيل 5 ميلي جرام على 20 ميلي جرام، شو لازم ناخد يا حكيم؟ بالأصول أنا المريضين ما بريد تياخدوا 20 ميلي جرام تضرفيل، السبب بيسوي مضاعفات على القلب، بيسوي مضاعفات للضغط للمريض، يعني بيصير في عنده هايبرتنشن، بيصير عنده وجع راس، بيصير عنده بشو أحمر. أحسن شيء المريض ياخد منشطات تضرفيل 5 ميلي جرام كل يوم بعد العشاء، بياخد حبة. السبب هذا بيكتر دم البروستات، بيكتر دم القضيب، يعني بيكتر الانتصاب بالمريضين. ومريضين فين التهاب البروستات المزمن كمان أنا بنصح أن ياخدوا تضرفيل 5 ميلي جرام للحاط البروستات تكتر دمه تيصير أحسن. العشرين أمتى فيكن بتاخدوا؟ مثلا 2 3 4 5 بتاخدوا 5 ميلي جرام تضرفيل، الجمعة بتاخدوا 20 ميلي جرام، السبت الأحد لا تاخدوا شيء، 20 ميلي جرام يكفيكن يومان. هذا الأصول كمان فيكن تستعملوا للدواء. وفي عندكم ضعف الانتصاب، مينيمال مضاعفات فيكن تاخدوا التضرفيل 5 ميلي جرام. مركز أندروفيرت لصحة الرجال هو العنوان الوحيد لسعادة الرجال.